لو بيدي يا حنين كنت اظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن امي يا الحال الاجل بينك وبيني صوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نزلوا بحومة كربلاء، نزلوا بحومة كربلاء، فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم، وتباشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم، وقع العذاب على جيوش أمية من فارس هو في الوقائع معلم، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال غاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المطحم خلته جبلا أشم يهز فيه مطحم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وفي صعد صدره الفرات المفعم، قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكمه، فهوى إلى جنب العلقمة وليته لشارب عفيه يذاق العلق، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه خول الخيام وحوله متقسيم،
نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لحولها تتألى. يا الله أخي من يحمي بنات محمد، انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. هذا حسام من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدى. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل صاحب الأمر لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، للرحمة للموتى، لعافية الأحياء، لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربعة تكون أنت فيه هذه الحالات الأربعة، تكون فيها في حالة عبادة الله بالنظر. أنت تعبد الله بالنظر بهذه الحالات الأربع. الحالة الأولى: من نظر إلى والديه نظرة رحيمة فقد عبد الله. إذا والدينك تنظر إليهم نظرة رحيمة، ها؟ كأنك قد عبدت الله، قاعد تعبد الله. هذه واحد. اثنين: من نظر إلى القرآن الكريم فقد عبد الله. النظر إلى القرآن الكريم أيضا عبادة. ثلاثة: النظر إلى الكعبة المشرفة عبادة، لأن لله 120 جزء من الرحمة في البيت الحرام، 60 رحمة من رحمة الله للطائفين، و40 للمصلين، و20 من رحمة الله للناظرين إلى الكعبة. فالنظر إلى الكعبة عبادة. وأما الرابعة، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عملاق الإنسانية الخالد، هذا البطل، هذا العملاق، هذا الذي لا يحد في حال من الأحوال أبدا، هذا الأول. دعونا نتفق على شيء يا مؤمنين قبل أن أسترسل في الحديث: من هو علي؟ كنه علي، صلاة علي، صيام علي، شجاعة علي، بلاغة علي، قوة علي، من هو علي؟ حقيقة نحن لا نعرفه، لا أحد يعرف علي بن أبي طالب في كنهه وفي جوهره إلا اثنان: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. المعرفة الحقيقية النورانية التي خلق عليها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وجبل عليها أبو الحسن والحسين، ذلك العملاق لا يعرفها إلا الله والرسول فقط. أما ما تسمعون، ما قد خرج من الخافقين، من الفريقين سد به الخافقين،
من اللاحق إلى السابق ما هو إلا نقطة في محيط علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، نقطة في محيط علي بن أبي طالب، لأن علي أمير المؤمنين لا يحد في حال من الأحوال أبدا، لذلك فرضت ولايته من الله. يا مؤمنين، الولاية جعلية، إني جاعل في الأرض خليفة، فالجعلية من الله سبحانه وتعالى ليس من البشر. لذلك لصفات علي، لمراتب علي، لمقامات علي صلوات الله وسلامه عليه، ترى أمير المؤمنين يتصدر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تعرف الإنسانية بأكملها ولا بالدهور ولا بالعصور من منذ بدء الخليقة إذا نهايتها رجلا أفضل ولا أحسن ولا أكمل ولا أحسن ولا أجمل من رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأمير المؤمنين بالمناسبة علي بن أبي طالب ما يحتاج مدح أحد أبد، مو محتاج حق مدح لا زيد ولا عبيد، لا العلماء ولا الحكماء ولا الشعراء ولا الخطباء ولا ذوي الذين الألباب ولا الذين قد ألفوا الكتب، كل هذا أمير المؤمنين في غنى عنه، لأن الله قد مدحه في كتابه. يا والذي يمدحه الله في القرآن الكريم هو في غنى عن مدح الناس خاطبة. الذي يمدحه الله سبحانه وتعالى بالآية، تلو الآية تلو الآية، حتى أنه القرآن الكريم كله نزل في مدح علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. فعلي صلوات الله وسلامه عليه في غنى عن الكل، ولكن هذا من حسن حظنا نحن يا مؤمنين، هذا من رحمة الله علينا أننا نتذاكر فضائل علي بن أبي طالب ونذكر اسم علي بن أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى مكان يذكر فيه فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له تلك الذنوب التي اكتسبها بالمشي. من كتب فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له تلك الذنوب التي اكتسبها باليد. من قرأ فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له تلك الذنوب التي اكتسبها بالنظر. من سمع فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له تلك الذنوب التي اكتسبها بالسمع. ثم يقوم رسول الله يقول: وأيم الله ما وقع حب أحد في قلبه حب علي بن أبي طالب إلا وحرم الله عليه نار جهنم البتة بحب علي بن أبي طالب صلوات الله. وقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يقول: لا يجوز أحدكم على الصراط ولا يدخل الجنة إلا بصك من ابن عمي علي بن أبي طالب صلوات الله. دعونا قبل أن أدخل في الأحاديث الطويلة العريضة حتى أصل إلى مجمل الولاية ومفروضية الولاية، دعونا نستعرض بعض آيات القرآن الكريم في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا البطل، هذا العملاق، إخواني حاولوا أن يقوقعوا البطل، جاهد أولئك الذين قد باغضوا علي بن أبي طالب وناصبوا لأمير المؤمنين العداء أن يقوقعوا البطل وأن يحصروا عليا في زاوية دون أخرى، ولكنهم لن ولن يستطيعوا على ذلك أبدا، لأن علي بن أبي طالب لا يحد في حال من الأحوال، لأن علي بن أبي طالب قمم متساوية في كل مرحلة من مراحل حياته، في كل نفس من أنفاسه علي بن أبي طالب كان جبلا شامخا صلوات الله وسلامه عليه، فلا يدانيه أحدا بالرتبة لا في عبادته ولا في جهاده ولا في صلاته ولا في عفوه ولا في علمه ولا في معرفته ولا في زهده ولا 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 ولا. واعلموا أنه كل قلب محب لعلي بن أبي طالب تجدون فيه الخير، كل أرض محبة لعلي بن أبي طالب تخرج خيراتها. علي في السماء
عليهم في الأرض، عليهم في الشموس، عليهم في الأفلاك، عليهم في الأنجم، عليهم في كل مكان. ألا بورك علي بن أبي طالب. ألا بورك علي صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من تشرب قلبه في حب علي حرم الله عليه الجنة. يا علي، لو اجتمع الناس على حبك يا علي لما خلق الله النار أبدا، لما خلق الله النار. فأنت قسيم الحب علي جنة، قسيم النار والجنة بأبيه وأمي. لذلك محب علي بن علي وأنت أمير المؤمنين على الصراط ينادي جهنم: هذا محبي فذريه، يعني اتركيه، وهذا عدوي فخذيه. فأنا قسيم الجنة والنار في هذا اليوم بأمر من الله ومن رسول الله أبي القاسم محمد صلوات الله. فعلي صلوات الله وسلامه عليه ذلك البطل الشامخ. القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موضوع الصراط إن شاء الله سوف أطرحه وأتي به في ليل، ولكن أترك ألف لام ميم سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طيب، يسأل رسول الله: شايفين بعض هذول اللي ما أعرف أنا شنو أقول عنهم، يجي يقول ذلك الكتاب يعني القرآن. يا أخي، القرآن نزل بلغة الإعجاز، إحنا عرب، واللي دارس بلاغة يفهم. ذلك الكتاب اسم إشارة على مستتر يا مؤمنين. ها، ذلك الكتاب، ما هو ذلك؟ لو كان القرآن لقال هذا الكتاب لا ريب فيه، واضح وضوح الشمس. ها، ذلك الكتاب. يسأل رسول الله: من هو هذا الكتاب الذي لا ريب فيه ومن صفاته أنه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة وكذا؟ ها، قال: والله ليس هناك بين السماء والأرض. رسول الله، الكلام للنبي: ليس هناك كتابا بين السماء والأرض أعظم من ابن عمي وحبيبي وأخي وهاروني ووزيري علي بن أبي طالب صلوات الله. ها، ما في أعظم من أمير المؤمنين كتاب. في بدء الخليقة لاحظوا رسول الله ماذا يقول: أنا وأنت يا علي من شجرة واحدة، وباقي الناس من شجر شتى. هذه الشجرة مو شجرة الدنيا، مو أنه ابن عم النبي وزوج ابنته وأبو أبناء، لا لا حبيبي، هذه من عالم الأنوار، عجن نور علي من نور النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ أخاه في الدنيا وفي الآخرة، هو أخ النبي صلى الله عليه وآله، عندما كتب ذلك القلم على ذلك اللوح، من هو القلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما هو القلم؟ القلم هو رسول الله أبي القاسم محمد صلوات الله عليه وسلم. واللوح صدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لذلك يقول: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب، ألف ألف باب، يعني مليار باب من المعرفة في صدر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فما كتب ذلك القلم على ذلك اللوح على صدر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أسمعتم رجل غرب للإسلام كله، بل العالم من آدم إلى الخاتم، طلع لي واحد يتكلم يتفوه بهذه الكلمات؟ ها؟ أين الإسلام؟ أين الذي قد تشرب بالإسلام؟ أين الذي عرف القرآن عمومه من خصوصه؟ تجد أمير المؤمنين يقول: والله ما نزلت آية في ليل أو في نهار، في حضر أو في سفر،
في جبل أم في سهل، في بر أم في بحر، في برد أم حار، إلا وعلمني إياها حبيبي رسول الله، فأنا أعلم بها بمحكمها من متشابهها، ناسخها من منسوخها، ولما نزلت وفيما نزلت، وأنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وسلم. القرآن كله في صدر علي صلوات الله، بل القرآن هو علي. لذلك النبي في يوم غدير خم: علي مع القرآن والقرآن مع علي صلوات الله وسلامه عليه. ها كلام النبي، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أعيد وأكرر في كل مجلس: حركات النبي، سكنات النبي، أفعال النبي، أقوال النبي هي من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند أحد. لذلك ترى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده كلمات لا يستطيع أحد أن يأتي إليها ولا يصل إلى مستواها: والله لو ثنيت لي الوسادة، يعني الخلافة، لأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفرقان بفرقانهم، وأهل القرآن بقرآنهم، ولحدثتكم بما كان ويكون وهو كائن، كل بلغته، جنا أم إنسا، حجرا أم مدرا، حشرا أم طيرا، ولأخبرتكم من يدخل النار ومن يدخل الجنة، وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله. هذه العلوم الربانية، هذه العلوم الكبرى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، استقاها ممن؟ من الله ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ها؟ له كلمات أمير المؤمنين لا يستطيع أحد أن يتفوه بها إلا عليا فقط. أسمعتم رجل وقف قال: سلوني قبل أن تفقدوني؟ أكو واحد يقدر يوقف يقول هذه الكلمات؟ أسألكم بالله، هل سمعتم غير علي بن أبي طالب يقول هذه الكلمة: سلوني عن طرق السماء فأنا أعلم بها من طرق الأرض؟ يقولون أحد الذين واحد قصوا عليه العباسيين، قرأ له كتابين وقرأ ركب المنبر، قال: أنا بعد سلوني قبل أن تفقدوني، مو بس علي بن أبي طالب يقول. قام له واحد، هذه طرفة المجالس تسمى، قام له واحد قال له: اسمع، علي بن أبي طالب قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فأنا أعلم بها من طرق الأرض. عمي لا نبي نسألك لا عن سماء ولا عن أرض ولا عن قرآن ولا عن حديث ولا ولا، أبي أسألك النملة اللي كلمت سليمان ذكر أم أنثى؟ قال: اشترني أنا ذكر، أنا أدري عنها. أنت الحين خليت كل هالأسئلة وجايني على نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ قال: لا، إذن تسمح لك. ها لا ترتقي مرتقا، ولا القرآن واضح، قالت، تاء التأنيث، قالت نملة. ها فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء إليه عمر بن الخطاب ذات يوم، قال له: يا أبا الحسن، أنت ليش إذا سألوك تستعجل بالجواب؟ ليش ما تتأنى وتفكر وبعدين تعطينا الجواب؟ قال: يا أبا حفص، يا عمر، ما هذه؟ قال: يدك. قال: كم إصبع فيها؟ قال: خمس أصابع يا أبا الحسن. قال: والذي قد خلق قد خلق النسمة والبرأها، والله لو سألتموني عن الأفلاك السبعة بما حوت وأقلت، وعن الأراضين وعن العرش وعن الكرسي بما فيهم، لأجبتكم كما تجيبون بأن هذه يد وفيها خمس أصابع وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. هذا علي وعلم علي، هذا علي ومقامات علي، هذا علي ورتبة علي العالية، علي العالي على كل عالي. ترى والله اللي أخروا علي بن أبي طالب أخروا حظهم، علي مقدم، علي الأول، علي الآخر، علي الظاهر، علي الباطن صلوات الله وسلامه عليه. ألا بورك علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا ساووك في من ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر؟ ها علي صلوات الله وسلامه عليه في علومه،
في حله للمشكلات. أرأيت عليا، أرأيت رجلا تندبه نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا عليا يا عليا يا علي، صلوات الله وسلامه. فعليا بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نستعرض بعض آيات قبل ما يروح الوقت. والليلة ليلة أبي الفضل، وإذا أطلت عليكم ربع ساعة هم سامحوني، هم سامحوني، هم سامحوني. الله يرحم والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر. كانوا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله الأصحاب، وإذا بنجم قد أفل من السماء جاي لوح. قالوا يا رسول الله هذا نجم قد أفل الآن جاي، إذا نزل إلينا أحرقنا بكليتنا. قال النبي الأعظم لا عليكم، فوالذي نفس محمد بيده، أيكم هذا النجم يهوى في بيته فإنه أخي وهاروني ووزيري وخليفتي من بعدي، نصا من الله حق. فقام النبي والأئم وقام النبي والصحابة وراءه مسرعون، مؤمنون مؤمنات، وإذا بذلك النجم يهوى في بيت علي وفاطمة. مع ملاحظة شديدة شديدة سجلها عندك، بأنه السماء ما تركت شاردة ولا واردة لعلي إلا سجلتها في القرآن الكريم. ما تركت السماء شاردة ولا واردة إلا وقد سجلتها في القرآن الكريم، حفظا لعلي بن أبي طالب، لمقام علي بن أبي طالب، لمكانة ورفعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات كثيرة كثيرة وكبيرة جدا. سأل سائل بعذاب واقع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقفل راجعا من حجة الوداع من غدير خوم، جاء رجل قال يا محمد، صلوا على محمد، دعوتنا إلى أنه لا إله إلا الله فصدقناك، وقلت أنك أنت محمد رسول الله فسلمنا، الآن جاي تجر النار تحت قرصك وتقول هذا علي بن أبي طالب ولي الله؟ إن كنت تشهد أن الله حق وأنك محمد رسول الله وهذا علي صحيح ولي الله من بعدك، فاسأل الله العذاب أن ينزل علي عذابه الساعة. تقول الرواية فغضب النبي غضبا شديدا ورفع يديه إلى السماء، تمتم بكلمات بمجرد أن قال آمين، وإذا طيرا أبابيل قد جاء. ها مثل سالفة أصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. جاء ذلك الطير، تقول الرواية في منقاره حجارة من سجيل، ضرب ذلك الرجل على رأسه خرجت أمعاؤه، فوات من وقته وساعته. كبر الصحابة قالوا الله أكبر، ما يا لها من سرعة استجابة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي افتتحت فيها المجلس، إنما وليكم، إنما أداة حاصر تحصر الولاية في ثلاث: الولاية المطلقة الكبرى لله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الولاية لله، هذه أول ولاية. والثانية إنما وليكم الله ورسوله، أيضا النبي له ولاية عامة مطلقة، النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم.
النبي يتصرف مع ملاحظة بأنه ما ينسحب على النبي في القرآن ينسحب على الإمام يا مؤمنين، يعني ما ينتقل بالوراثة من النبوة وين يروح؟ إلى الإمامة، دون جدل أو فصل أو أي شيء أبدا. ما ينطبق على رسول الله في حياته ينطبق على الإمام من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن واضح، إنما وليكم الله ورسوله. بعدين شوف 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 القرينة، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة شنو؟ وهم راكعون. الحادثة معروفة، جميع التفاسير بدون استثناء، ما شفت واحد من التفاسير تخلف عن هذا الذي سوف أقول، بأن أمير المؤمنين كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء سائل وفي الكافي الشريف عن الإمام الصادق بأن هذا السائل كان جبرائيل، قال أعطوني مما أعطاك الله، يختبرنا ويختبرك، لذلك أما السائل فلا تنهر، إياك أجيك سائل وتنهره، إذا ما تبي تعطيه، إذا أقول له الله يرحم والديك الله يرزقك، أعطى كلمة طيبة، فإن الكلمة الطيبة صدقة يا مؤمنين. ما عندك حق في الشارع المقدس أنك تطرد هذا السائل أو تنهره، أما السائل فلا تنهر. وقف هذا السائل قال أعطوني مما أعطاكم الله، تقول الرواية فشاور إليه الصحابة قالوا اذهب إلى هذا الذي يصلي يعطيك. جاء وقف إزاء المولى أمير المؤمنين وقد هوى بأبي هو وأمي إلى ركوعه، قال أعطني مما أعطاك الله، فمد يده، تقول الرواية فاستخرج الخاتم ومضى وراح. لحظات خرج وجه النبي متهلل، أحبابي أصحابي من منكم تصدق في هذه الساعة؟ قالوا ما ذاك إلا ابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال هنيئا لك فلقد أصبحت وليا لهذه الأمة، فنزل علي جبرائيل بهذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، القرينة الواضحة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وما أقام الصلاة وتزكى في الركوع إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. واحد سمع كذي حط له اثنين ثلاثة قال لهم من تشوفوني أصلي تعالوا قولوا أعطيني مما أعطاك الله، عشان أنا بعد يمكن ينزل فيني قرآن، حسبالي يقشمر الله يقص على الله. ونزل قرآن، نزل نزل في قرآن، تدري شنو نزل؟ لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. والحر تكفيه الإشارة. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في آيات القرآن الكريم كان بأبي هو وأمي، تسجل له السماء لحظة بلحظة. وقرأت لكم قبل أيام بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يأتي ذلك الفقير والمسكين واليتيم إلى بيت أمير المؤمنين فيرجعون بالطعام، ويظل هو وأولاده بأبيه وأمه، والسماء تسجل لهم تلك الحادثة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هم قرباء؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. وعلى هذا فقس من الآيات التي لا انتهاء لها ولا حصر لها، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله يفدي رسول الله، قال له النبي كيف تجد هذا المبيت؟ قال أحلى من العسل في سلامتك يا رسول الله. حتى أباه الله جبرائيل بميكائيل، قال جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن فيكم يفدي عمره بالآخر؟
ما حد فده. قال ألا تنظران في الأرض كيف قد فدى أمير المؤمنين نفسه لحبيبه أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه. فانزلا واحرساه الساعة. فوقف جبرائيل على رأسه وميكائيل عند رجليه صلوات الله وسلامه عليه. والنبي يقول له كيف وجدت المبيت؟ قال أحلى من العسل في سلامتك. وتعرفون خطورة هذا يا مؤمنين؟ يعني لو أقتيل علي في تلك الليلة لأقتيلت الإمامة بأكملها. لو أقتيل علي في تلك الليلة قتل علي، لأنهم كانوا يقتلون النبي صلى الله عليه وآله، وهذه كانت خطة لأبي لهب من الشيطان الكبير، ها أنهم جمع من القبائل فيضربون النبي ضربة رجل واحد. النبي جاء نزلت عليه الآية، أخذ شيئا من التراب رشه عليهم، شاهت الوجوه، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي في المبيت في الفراش، وبعدين لما انتبهوا في الصباح قالوا هذا، نظروا قالوا لا والله بعد هذا النبي نايم، شوفوا هذه البردة بعدها. ذهبوا دخلوا، أبو لهب قال لهم لا تقتلوه من وراء البردة. قالوا له ليش؟ قال لا أوقظوه حتى القتل يكون أوقع. أنت لما أنت نائم ما تدري عن شيء، قد القتل ما يكون في شدة الوقع عليك. قال أوقظوه حتى يشد، حتى يحس بالقتل فيكون أوقع على قلبه. كشفوا البردة وإذا علي بن أبي طالب متبسما صلوات الله وسلامه. تقول الرواية جلس فهربوا كليتهم، يلا اللي فينا رجال يجي عند علي بن أبي طالب. ولاحظ لما خرج علي بن أبي طالب أخذ الفواطم بعد النبي وأخرج، خرج مع الفواطم. ومن وين طلع؟ مر بالكعبة، صاح يا قريش أنا خارج الآن بالفواطم، من كان فيكم رجل فليتبعني، من أراد منكم أن أفري لحمه بدمه بعظمه بعصبه فليأتي بالخلف، فأنا علي بن أبي طالب قد خرجت الآن. هل بطل العملاق هذا اللي يحطون أنه يحطون علي بن أبي طالب في زاوية؟ لا حبيبي لا، علي لا يحد في حال. انظروا إلى الفتوحات الإسلامية في يوم بدر، من كان فارسها؟ من كان بطلها في يوم أحد؟ من كان ذلك البطل الذي لا يشق له غبار؟ من الذي نكس الرايات؟ من الذي قد قتل الأبطال؟ من الذي قد هزم الأولين والآخرين؟ من الذي قد اقتلع باب حيدر، باب خيبر؟ من الذي قد هزم الأحزاب لوحده؟ ما ذلك إلا فتى واحد يقال له علي بن أبي طالب. وخلني أخذ لك حادثتين ثلاثة وأنا طالع، حتى ناخذ من كل بستان وردة جميلة لعلي صلوات الله وسلامه. ها؟ في يوم خيبر جاءوا بعض الناس قالوا يا رسول الله في بدر علي، في أحد علي، في الأحزاب علي، الراية كلها بإيد علي، والناس إحنا كلها توجينا، عطنا إحنا راية، خلنا نروح بعد إحنا نفتح، إحنا نفتح خيبر. عقد لراية وراح، راح. تقول الرواية ما أسرع أن ذهب فرجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه. قال إيش فيك رجعت؟ قال لأني رأيت منظرا مهولا، هؤلاء إحنا مو جايين نحارب ناس، هذول شياطين، خلنا نرجع أحسن لنا يا رسول الله. قال أجلس. عقدت راية لرجل آخر، أنا ما أقول، روح راجع، روحوا راجعوا في كثير من الكتب، راح أعطيك المصادر. يقول ذهب فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل ما يرجع إلى أصحابه تقول الرواية من شدة الخوف أحدث على نفسه. زين، ها ها عمي إيد ورا وإيد قدام، علامك رديت؟ قال إني رأيت أناسا لم أرى مثلهم من قبل، مسربلين بالحديد وكأنهم الجبال أشم، هذا لو ما نقدر عليهم. تقول الرواية فغضب النبي صلى الله عليه وآله، قال والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. مؤمنين
أنا دائما أذكركم إنما الذكرى تنفع المؤمنون والمؤمنين، وأنتم عارفون ما يحتاج، ولكن ذكرى ما عرفت الدنيا بأكملها كرار غير فرار إلا عليا وآل علي صلوات الله وسلامه. الزهراء تقول في خطبتها: كان يطحنهم طحن الرحى. أمير المؤمنين فلا ينكفئ، يعني ما يرجع حتى يطأ رأسها بأخمصه مكدودا في ذات الله. علي ما كان يرجع عن الحروب أبدا، كان يقتل عن يمينه ثم عن شماله ثم يتقدم 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 إلى أن يكسر الجيش بمفرده ولواء الحمد بيده وهو يقول: خذوها وأنا علي بن أبي طالب. مع ملاحظة ثانية شديدة سجلها عندك، ترى كثير من اللي قابلوا علي حقيقة أبطال، حقيقة أبطال. أتعلمون أن لأمير المؤمنين علي صوت في المعركة؟ تقول الرواية بلا تشبيه: كأنه الهزبر، كأنه الأسد. لذلك حيدر من أسماء الأسد، الأسد له 1000 اسم، ها؟ حيدر من أسماءه. تقول الرواية: كان لعلي بن أبي طالب صوت في المعركة، إذا زأر بأبي هو وأمي جندل الفارس المغوار من على ظهر جواده فيقع ميتا خوفا من صوت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. من صوت علي. شنو هالعلي هذا؟ شنو هالعلي هذا؟ شنو هالبطولة هذه؟ لأعطين الراية غدا، يقول: فأصبحنا كلا يتمنى أن يعطاها. النبي قال: أين أخي؟ أين حبيبي؟ أين وزيري؟ أين هاروني؟ جيء به بأبيه وأمي أرمد، أخذ من ريقه المبارك مسح على عينيه، طاب من وقته وساعته، قال: خذها يا علي وعلى بركة الله امشي. أمير المؤمنين راح مع الجيش، وقفهم قال لهم: أوقفوا دوني، ما حد يجي يتقدم، أنا إذا أشرت لكم بعدين تعالوا. ذهب بأبي هو وأمي لوحده، ذهب فبدأ بحصون اليهود واحد بعد آخر. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40، وأربع أقول فيك سميدع 7 أنت يا علي، كلا ولا حاشا أن يقال لمثلك سميدع، بل أنت في يوم القيامة سيدي شافع ومشفع، إن لي فيك سرا سوف أعلنه، والله لولا علي لما خلق الله الدنيا ولا جمع البرية مجمع. وإذا بعلي يدمر حصون اليهود واحد بعد الآخر، حتى اقتلع ذلك الباب بعد أن قتل ذلك الكبير، ها، ووضع ذلك الباب حصن خيبر ووضعه، وإذا جيش جرار يعبر على يد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. تقول الرواية: حتى رمى الباب 70 ذراعا وراء الجيش. علي وما أدراك ما علي. وخلني أطلع حتى أخذ لك وردة أخرى من زهد علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا شايفين الأضداد والأنداد لا تجتمع في رجل، هذه من الصعوبات في مكان، لا تجتمع الأضداد والأنداد في رجل. يا من فيك قد، يا من قد حارت في صفاتك الأضداد فعزت لها الأنداد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فارس ناسك حليم جواد. أرأيت فارسا يكون ناسك؟ الفارس أقرب إلى القوة وإلى الغضب، والنسك أقرب إلى السكينة وإلى الهدوء. مع ملاحظة يقول عمار وسلمان: والله إننا لا نرى ابتسامة علي بن أبي طالب إلا إذا اشتدت الحروب، إذا تغير وجه الفارس البطل ترى علي بن أبي طالب متبسما ضاحكا في وسط الحروب صلوات الله وسلامه. وتشوف هذا الفارس البطل، ها، إذا أرخى الليل سدوره
وغارت نجومه. ترى عليا صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى الصحراء بعد أن يقضي حوائج الناس، لأن الصحراء باحة آماله وآلامه، لأن كان أنه كان يستأنس بالصحراء استئناس الطفل على محالب أمه. يقول سلمان عمار أبو ذر هؤلاء الصفوة، يقول خرجنا خلف علي ذات يوم رأيناه يعفر وجهه في التراب ساجدا لله يبكي بكاء مرا وهو يقول أتعذبني بالنار يا خالقي، ولك سجدت وركعت يا رب العالمين، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم. يقول دعاء مطنطن لأمير المؤمنين. يقول فلما جلس قال من هذا ولما قد أتيتم من بعدي ورائي من خلفي؟ قالوا تبعا لك يا علي، أنت علي بن أبي طالب وتفعل هكذا بنفسك؟ قال اعلموا إني ما عبدت الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكني وجدته أهلا للعبادة فعبدته. أسألك بالله إيش كثر راعي هذه الكلمة يا علي بن أبي طالب؟ ما عبدت الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لكني وجدت الله أهلا للعبادة فعبدته. وبعدين تعال اقرأ أدعية أمير المؤمنين مثل دعاء الصباح، اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح. شوف 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 الحالة العلمية، ترى مو بس دعاء هو يتقرب، لا لا، علي بن أبي طالب ينطق بالعلم، علي بن أبي طالب يقطر بالعلم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من قرب من لحظات العيون وبعد عن لحظات الظنون وعلم بما كان قبل. ما جاي تقرأ دعاء، هذه قطع مموسقة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ها؟ هذه أدعية لعلي لا يستطيع على إنشائها إلا علي، وما أدراك ما علي. أتريدون أن تروا وجه علي بن أبي طالب شباب؟ أتريدون أن تروا وجه علي المشرق؟ اقرأوا نهج البلاغة لتطلعوا على تلك الإشراقات. وأنا ما بأسلط الضوء على القيمة اللفظية، وإن من البيان لمعجز وإن من اللفظ لسحرا، وهو القائل نحن أمراء البيان، فينا تنشبت عروقه وعلينا انهدلت غصونه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرأيتم بطل رجل عنده منطق خطبة كاملة خالية من النقطة؟ يلا خلي يجيني واحد يتكلم هذا النزيل. خطبة مطنطنة لعلي بن أبي طالب خالية من النقطة. أكو واحد فينا الحين يتكلم كلام ما في تاء ما في نون ما في جيم ما في قاف ما في فاء؟ ها؟ إلا علي. راجعوا الخطبة الخالية من النقطة لأمير المؤمنين بذلك الإعجاز. أرأيتم خطبة كبيرة لأمير المؤمنين خالية من الألف واللام؟ لا ينطقها إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بلاغة ما بعدها بلاغة. لذلك رسول الله لا ألفين أحدكم يقضي وفيكم علي، لا ألفين أحدكم يتكلم وفيكم علي، لا ألفين أحد يتقدم وفيكم علي، ولا ولا إلا في علي. ألا بورك علي صلوات الله وسلامه. ولكن أريد أن أسلط الضوء على القيمة الإنسانية لنهج البلاغة. نهج البلاغة من الإعجاز، وطبعا فسره أكثر من مفسر لإخواننا أبناء السنة محمد عبده، ها هذا البطل العملاق. روح شوف بالتفسير طه حسين هذا المفكر الذي حصل على جائزة نوبل، يقول وإني قرأت نهج البلاغة فوجدته أجل كتابا بعد كتاب الله تحت قبة السماء. واسألوا طه حسين، قالوا له ما أنت عندك كتاب أن عليا إمام الكل؟ قالوا له لكن مع الأسف هذا الكتاب اختفى وما بأزود بعد. قالوا له يا طه حسين شلون عرفت أن علي بن أبي طالب إمام الكل؟
قال سهل الجواب، أبسط من شربة الماء، احتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. هل سمع؟ صلوا على محمد وآل محمد. هل سمعنا من اللاحقين ومن السابقين بأن علي بن أبي طالب احتاج إلى أحد من البشر؟ اللي عنده خلي يقوم يوم. هل سمعتم أن عليا ذهب إلى فلان يدرس عنده وفلان يدرس عنده؟ أبدا. علمه لدني من عند الله، من نور الله، من نور رسول الله، عالما بما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة. هذا علم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. فنهج البلاغة فيه تلك القيمة الإنسانية يا مؤمنين. لاحظوا بعض الكلمات، يقول أمير، لأنه أمير المؤمنين يتكلم مع الإنسانية، مطلق الإنسانية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مر ذات يوم بطرف البقيع، رأى رجل كبير ضعيف يبكي يتألم، قال يا مالك ما هذا؟ مالك الأشتر كان خازن، مالك الخزينة في أيام أمير المؤمنين. قال يا مالك ما هذا؟ قال مولاي هذا مو مسلم، مو مسلم، هذا دنا منه أمير المؤمنين. سأل ما اسمه؟ قال اسم كذا. قال له وما كنت تعمل؟ قال كنت أعمل بناء يا أبا الحسن، والآن أنا رجل كبير ما أستطيع أن أعمل. قال استخدمتموه قويا ولفظتموه ضعيفا، اجعلوا له من مال بيت المسلمين راتبا يعيش فيه، إن لم يكن مسلما فإنه يعيش في دولة الإسلام. لاحظ العدالة، العدالة التي كان يمثلها علي بن أبي طالب. علي سلام الله عليه كان يمثل أمر الله وأمر رسول الله، ما كان ينظر إلى زيد وعبيد وهذا مسلم وهذا مو مسلم. يقول كل من يعيش على دولة الإسلام له حقوق في الإسلام. هذا من سمع هالشكل وقع على رجل علي بن أبي طالب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن أخاك محمد رسول الله وأنك حقا عليا ولي الله. فأمير المؤمنين يقول اعط من شئت تكن أميره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. لاحظوا كيف يخاطب أمير المؤمنين الإنسانية، حتى أنك ترتقي بنفسك، ترتفع وتسمو إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. يقول لا ترضى لنفسك ما لا ترضى، لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. يخاطب مالك الأشتر يقول يا مالك اشعر قلبك الرعية، فإنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذا هذا مو مسلم فهو له تجمعك معه الإنسانية، إنسان مثلك، ما يصير أنت تضحك عليه، وما يصير أنت تعيبه، وما يصير أنت ما تعطيه، أو ما يصير أنك أنت تمشي معاه بالحيلة، أو لا 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 أبدا. أمير المؤمنين كان يمثل قمة العدالة في هذه الكلمات. أحسن، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يمثل قمة العدالة بهذه. وراح الوقت وبعدي أنا مع أمير المؤمنين. فعلي صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة ضرب الأروع وأروع الأمثلة بالخطب، خطبة بعد خطبة. ولاحظوا عدالة علي، ما كان يقرب هذا ويبعد هذا. يقول ولقد جاءني عقيل في بعض الأيام يستزيدني، يقول أنا أخوك وضرير وعندي أولاد، فأعطني أوفني الكيل، زيد لي شوية. ها يقول فأحميت له حديدة أدنيتها منه، عقيل أن قلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها بارئها إلى غضبه، إنك حالك من حال المسلمين. كان أمير المؤمنين إذا جاءه في بيت المال شيء
وزعه على المسلمين في الحال حتى هو سهم يوزع في سبيل الله، ثم يمسح على بطنه ويكنس بيت المال ويقول: تعسا لمن أدخله بطنه النار. ما لعلي ولملك يفنى وملك الله يبقى. والله لو أنها ورقة في فمي جرادة تقضمها ما ظلمتها وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وسلم. ويبقى أمير المؤمنين لغز محير، ويبقى علي بن أبي طالب ذلك الرجل الذي لا يعرف له قرار في حله للمشكلات وفي عدله وفي بعد نظره وفي حكمته. ولو يتكلم المتكلمون جمعاء، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كلل وطار إلى الجو لا يأوى إلى جبل وغاص في البحر مأمونا من البلل وعاش ما عاش آلافا مؤلفة صفرا من الذنب مأمونا من الزلل، فإن ذلك يوم الحشر لا ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. صلوات ويبقى علي ذلك اللغز، ويبقى علي ذلك الرجل المحير في كيانه وفي عقله وفي عبادته وفي زهده وفي عطائه وفي جميع أحواله وفي أخلاقه العالية، تعامله حتى مع أعدائه بعيد النظر أمير المؤمنين، رحيم حتى مع قاتله. رأيت رجل يضرب رجل على مفرقه وهو يصلي، يقول له: ولدي حسن، الله الله في أسيركم، لا ألفينكم تخوضوا في دماء المسلمين، تقولون قتل ابن أبي طالب، أسقوه مما تشربون وأطعموه مما تأكلون، فإن أنا شفيت من ضربتي هذه نظرت أعفو أم أقتص وأنا على منبر رسول الله. والله العظيم لو أمير المؤمنين كتب له أن يشفى من تلك الضربة لعفى عن ذلك الملعون، لأنه كان يمثل رسول الله. رسول الله في يوم فتح مكة دخل عليهم طأطأ رأسه: ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله لو شفع علي لأطلقه، لأن علي صلوات الله وسلامه عليه ما كان ذلك السفاك ولا المحب للدماء، ما كان يقتل أمير المؤمنين إلا كذلك الكافر الفاجر الذي ليس من نسله يخرج رجل يقول لا إله إلا الله وكان بيده ذلك السيف. لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار بأبيه وأمه. ومن هنا، وأنا آسف والله إني أقطع الحديث يا مولاي، لأن الحديث يطول ساعات وساعات وساعات، ولا نس والآن ما وصلنا شيء، ولا تكلم. والله العظيم أنا جايب ملاحظات، أشهد بالله إني ما تكلمت ولا ملاحظة وراح أحطها في مخباتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها، وهذه الصفات من شجاعة، من أخلاق، من بطولة، من كرم، من قضاء حوائج تورثها منه صاحب هذه الليلة، قمر العشيرة أبو الفضل العباس، هذا البطل العملاق، هذا الشجاع الكريم الأشم، هذا الذي كان أجمل طفل في بيت علي بن أبي طالب بعد الحسن والحسين، قمر بني هاشم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم: كنا، اسمع، كنا نمشي على صباحة وجه العباس بن علي بن أبي طالب في الليلة الظلماء التي ليس فيها قمر، وكان وجهه يشع كأنه القمر في ليلة بدره وتمامه. لذلك يسمى قمر بني هاشم سلام الله عليه. لما ولد، ما بالكم برجل هذا القمر، هذا البطل، أربعة من الأئمة قبلوا يديه، أربعة من الأئمة
أولهم أمير المؤمنين. عندما جاء الحسين أبا أبا إن أمنا أم البنين قد ولدت ولدا كأنه القمر في ليلة بدره وتمامه. قال له بشر به نفسك، فإن الله لم يخلقه إلا لأجلك يا أبا عبد الله. وجاء أمير المؤمنين مستبشر، قال ناولوني ولدي أبي الفضل، ناولوه. احنا نقول الكويتيين مهد مهدينا، ها مهد مقمط أبي الفضل نائم. تقول الرواية أخذه أمير المؤمنين، أذن في إذنه اليمنى، أقام في اليسرى، هذه السنة النبوية، ثم حنكه بريقه، أخذ شيء من ريقه المبارك وضع في لهاته. هنا فتح عينيه أبي الفضل، تبسم في وجه أبيه أمير المؤمنين، ثم تمطى فقطع القماط بأبيه هو وأمي، وأخذ يرفرف بيديه الصغيرتين الناعمتين على صدر أبيه. أمير المؤمنين أخذ هاتين الكفين، تقول أم سلمة، وأخذ يقبل كفي أبي الفاضل وهو يبكي بكاء مرا. يلا ود قلبك إلى كربلاء، بعد ما في مجال، ما أحب أني أزاحمك أكثر، ود قلبك إلى كربلاء. ها قبل يده وأخذ يبكي. أم البنين قالت سيدي أمير المؤمنين، هل في ولدي عيب؟ أشوف تقبل إيده وتبكي. يقول الإمام الحسن لا والله، أمير المؤمنين أشوف قبل عين أبو فاضل وراح إلى هامته وقبلها وزاد بكاءه. نصب العزاء، نصب العزاء على أبي الفاضل. أم البنين متحيرة، قال لا والله ليس به عيبا، إنه كامل مكمل من الله، ولكن أبكي على ما يجريان على هاتين اليدين، ستقطعان بضربتين من العدا. قالت وما؟ قال في سبيل هذا، وأشار إلى الحسين. هذا الأول أمير المؤمنين قبل يده. الثاني الإمام الحسين حميد ابن مسلم يقول في المعركة لما قتل أبي الفاضل، رأيت الإمام الحسين لما قام من على جثة أبي الفاضل مشى خطوات فانحنى. يقول دققت النظر وإذا بالحسين قد أخذ كفا قد مسح عنها التراب قبلها، دققت النظر وإذا بها يمين أبي الفاضل. الميكروفون وينه؟ الميكروفون وينه اليوم؟ يقول عند ذلك مشى خطوات الإمام الحسين، يقول مشى خطوات، يقول مرة ثانية الإمام الحسين نزل من على صهوة جواده، يقول التقط شيئا، دققت النظر وإذا بها شمال أبي الفضل صلوات. الإمام الثالث الذي قبل يدي أبي الفضل الإمام السجاد، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الرابع الإمام الباقر كان عمره 4 سنوات، ها في كربلاء عندما جاءوا يطلبون الماء إلى أمهم العباس قبل يده. في يوم عاشوراء اجتمع عمر بن سعد مع الحاشية مالته، قال لهم ما نصنع مع هؤلاء؟ قام له واحد قال له يا عمر بن سعد، احنا 70,000 وهم 70 واحد، نطبق عليهم كحلبة الشاة فنقتلهم عن آخرهم. قام شمر قال تحسن لرأيك، ان عند الحسين بطل، والله لو قاتلنا بشماله دون يمينه لأفنانا عن آخرنا. قال منو؟ قال العباس بن علي. قال زين شنو الرأي؟ قال الرأي نعطيه الأمان، نجيب له كتاب ونقول له انت امير الجيش، ها ونعطيه الأمان. وفعلا عمدوا إلى هذه الحيلة. جاء الشمر، أين العباس وأخوته؟ تقول الرواية طأطأ العباس رأسه حياء، قال له الإمام الحسين أجبه وإن كان فاسقا، أجبه. ذهب العباس، ما تريد يا شمر؟ قال يا ابن أختنا، هذا كتاب من عبيد الله بن زياد أنك أميرا على هذا الجيش وأن لك القصور وأن لك الأموال، فقد تخلى عن الحسين وتعال
قال له: تحسن لرأيك، ما خلقني الله إلا لأجل أخي الحسين. ها، ما غرته الدنيا بغرورها أبي الفضل. يقولون زينب ما طلع أبو الفضل يروح يكلم شمر، وين طلعت؟ راحت وراء الخباء، حط إيدها على قلبها زينب، حطت إيدها على قلبها وطلعت من وراء الخيمة. إيش عند أبو فاضل طلع؟ إيش عند العباس طلع؟ ليش؟ إيش عنده؟ ها؟ هنا رجع العباس، قال له: يا شمر، أنت تدعوني إلى النار، أنا أدعوك إلى الجنة، تعال تعال معانا. فانصرف شمر، رجع العباس، استقبلته زينب: يا عباس ريض لي على هون، يا عباس يا عباس ريض لي على هونك، اشعدهم اعداك ينادون، انا خايفة انا خايفة من اخيك يفردون، ابن والدك قرت عيونك، يقلها يا زينب كي تظنين، انا روحا وعوفا عضيد العسل، والله لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لردها بشمال دون اليمين. كفؤ كريم يا أبا الفضل. تقول الرواية: فلما كان يوم عاشوراء صعد بالأطفال ينادون العطش العطش، قابل عباس قال: يا أخي يا حسين، لقد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء الذين قد قتلوا إخوتنا وبني عمومتنا. علم الحسين بالفراق فقام إليه وضمه واعتنقه. تقول الرواية: فقال له: فإن كان كلا ولا بد فاطلب شربة من الماء إلى هؤلاء الأطفال. أخذ أبو الفضل القربة، تقول الرواية: وذهب بأبي هو وأمي، إني أنا العباس أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، قاتلهم قتال الأبطال إلى أن نزل إلى المشرعة بأبي هو وأمي. تقول الرواية: وكان قلبه كالحديدة المحمات، اغترف غرفة من الماء أدناها من فمه فتذكر عطش الحسين، فرمى الماء، نادى: يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كان أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله شلون اشرب واخويا حسين عاط. بارك الله في هذه الاصوات، لا عميت هذه العيون، لا عميت هذه القلوب، والله شلون اشرب واخويا. وسكنا والحرام وأطفال رضعة، وظن قلب العلي ليلة بنيرة، وظن موتي قرب والعمر قصر. تقول الرواية: فملأ القربة وشد وكاءها وحملها على كتفه الأيمن، وخرج بأبي هو وأمي يقاتلهم قتال الأبطال. فلما رأى عمر بن سعد ذلك قال: يا ويلكم، إذا وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. قالوا: ما نفعل؟ قال: افترقوا عليه أربعة فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالنبال، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة، واحتوشوه من كل مكان، وإذا بالإشارة يا مؤمنين، وإذا بالكتائب قد دارت على أبي الفا. بالرخصة منك مولاتي الزهراء، والله العظيم أدري أن هذه المصيبة بالذات تؤلم قلبك يا مولاتي، والله يا مؤمنين الزهراء حاضرة ناظرة في هذا المجلس تستمع إلى هذه المصيبة الكبرى،
بالرخصة منك مولاي صاحب الأمر، بس أنت اللي تقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، فعلى الحسين وآل الحسين فليبكي الباكون وليضج الضاجون وليعج العاجون. تقول الرواية: وكان يقاتلهم قتال الأبطال، فما استطاعوا عليه إلا من ناحية الحيلة، فكمن له حكيم من الطفيل، عظم الله أجوركم من وراء نخله فضربه على يمينه فأطارها هي والزان. صاح: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين، والله ما هذا فعال ديني. أخذ السيف بشماله قاتلهم قتال الأبطال، قتل 180 ملعونا. تقول الرواية: فكمن له ابن نوفال فضربه على شماله فأطارها هي والسيف من الزند، ويداه تنضحان دماه. ثق واعتقد، والله أبو فاضل ما اهتم لا لليمين ولا للشمال، ما دامت القربة سالمة الحسين يبي يروح إلى الحسين، هو كل جدة يروح إلى الحسين، ها ما اهتم لا لليمين ولا للشمال. يا رب لقد قطعوا ببغيهم يساري، يا رب فصلهم حر النهر. تقول الرواية: وإذا بالسهام وإذا بالنبال جاءته كرشق المطار، حتى صار جسمه كالقنفذ، سهم أصاب صدره سهم أصاب جبهته، ثم جاء حرملة عظم الله أجوركم وضع سهما محددا، وإذا بذلك السهم ينزل في عين أبي الباب. هذا ما ألمه. تقول الرواية: فجاء سهم آخر ضرب القربة فأريق ماؤها، فوقف متحير لا يدان فيقاتل بهما ولا ماء يوصله. إلهي بحيرة أبي الفضل شافي كل مريض يا الله. تقول الرواية، يقول حميد بن مسلم، أخليك تبكي، اسمع اسمع، اسمع اسمع حبيبي، اسمع 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 اسمع، راح تبكي. عمية عين لا تبكي هذه اليوم، عمية قلب لا يدمع عليك أبا عبد الله. يا أبا الفضل اسمع اسمع من رخصتك، يقول حميد بن مسلم لما قطعت يدا أبي الفضل وجاءه السهم بعينه وأريق الماء من القربة، رأيت أبي الفضل قد آلمه السهم الذي بعينه، أخرج رجليه من الركاب من ركاب الفرس، ثم طأطأ برأسه ليستخرج السهم من بين ركبتيه، فسقطت الخوذة التي على رأسه. عظم الله أجوركم، فجاءه رجل من القوم: عباس عباس، أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة؟ قال له: يا ويلك، أين كنت عندما كانت اليمين والشمال؟ قال: خذها. فضرب العباس على رأسه. أين المنادي وعباسه؟ أين المنادي وسيده؟ أين المنادي وغريبه؟ ففجر هامته فخر على وجهه يخور بدمه. صاح أخي حسين: عليك مني السلام، أدرك أخاك. زينب زينب تقول: لما سمع الحسين صوت أخيه فر إلى المعركة كأنه الصقر المنقض،
جاء أبي أحمد بن مسلم يقول جاء الحسين كالصقر المنقض، جلس عند أخيه أبي الفضل يقول في الحال أخذ رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه. العباس حس أن رأسه في حجر واحد، قال له يا هذا أقسم عليك بمن تعبد لا تذبحني لا تقطع رأسي قبل أن يأتي أخي الحسين أتودع منه. قال أنا أخوك، أنا الحسين. ثلاث مرات يحط رأسه بحضنه يشيله، يقول له ليش؟ قال له الآن رأسي في حضنك لكن بعد ساعة رأسك في حجر من يكون أبا عبد الله. قال له لهالدرجة عندك أخوة؟ لهالدرجة عندك مواساة؟ يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين قد وضع يدا على قائم السيف ويدا على خاصرته، نادى الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يا عباس يا عباس يا طيب الأخوة، يا طيب الخوة يا خوي أنا ظهرني انكسر هالساعة. توا يا توا قام من عند خي وهو يتلوح، تقول الرواية فشاق أبو الفاضل في حجر الحسين شاقه وفاضت روحه المقدسة، فقام الحسين من عند أخيه مكسور الخاطر منحني الظهر وقد قصد إلى الحرم. بيت الدعاء أسألك الدعاء، أنا تعبتك ما يخالف أجرك على الحسين، أجرك على أبي عبد الله. هذا المنظر، لاحظ هذا المنظر، يقول حميد بن مسلم رجع الحسين وظهره منحني كالقوس وهو يمش دموعه بكمه، يمش دموعه. زينب، أم كلثوم، رباب، صفية، عاتكة، رقية، سكينة، البنات الهاشمية، هذه تقول أين عمي؟ هذه تقول أين أخي؟ هذه تقول أين حمانا؟ هذه تقول أين ولينا؟ هذه تقول أين أبي الفضل؟ الحسين تقول ما جاوبهم، ما جاوب ولا واحدة منهم. الحسين راح رأسا إلى خيمة العباس، ها؟ جر عمود الخيمة، سقطت الخيمة فتفاررت البنات الهاشمية، علموا بمقتل أبي الفاضل. صاحت زينب وضيعتنا بعدك، قال لها الحسين اي والله وضيعتنا بعدك، قل لها يا زينب راح عبا والله يا زينب راح عبا وراح الضغم اللي يرفع وظل يبجي عليه الدرع والسيف والط. أبا الفضل يا من أسس الفضل ولي، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. يا الله يا الله يا الله، بقلوبكم بدموعكم بمصيبة أبي الفاضل. عندنا مرضى كثيرين اليوم، وايد ناس اتصلوا يسألونكم الدعاء، ارفعوا أيديكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله
يا مجيب دعوة المضطرين ويا غياث المستغيثين. اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم شافي كل مريض يا الله. هذول يحلفوني بالعباس ابن أمير المؤمنين إلا أن أذكر أسماءهم. اللهم شافي كل مريض، خصوصا فاطمة خليل بصلحة، اللهم شافها وعافها وادفع عنها كل سوء وبلاء. بجاه أبي الفضل العباس، واحدة من الأخوات في أمريكا تقول أنا محتارة وفي غربة، ادعوا لي بالشفاء. أيضا أحدى من الأخوات في لبنان تعمل عملية في لبنان، جزاكم الله خير الجزاء، لا تنسونها من الدعاء. أيضا أكثر من أخ وأخت موجودين في العناية المركزة، أسأل الله ببركات أبي الفاضل أن الله يمن على مرضى المسلمين والمسلمات بالشفاء والراحة يا الله. اللهم ادفع عنا وعنهم كل سوء وبلاء بحق محمد وآله الأتقياء. اللهم ارحم علماءنا الماضين وأيد الباقين، المؤسسون لهذا المأتم والسامعون والجالسون. اللهم بلغ أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. لو بيدي يا حنين كنت ظلمك وتوسد وياك وسباحي بدمك. يا ابن امي يا الحال الاجل بينك وبيني بصوت الموت.